ورجعت لكم بعد الفاصل، والخرشوف خرج من الفرن وبقى شكله جميل جدا. نعمل بقى جنب الخرشوف ايه؟ تعالوا نعمل حلو جميل ينفع قوي لرمضان. مكوناته هي البلح. عامل لكم النهارده بلح بالمكسرات بالبشاميل. بلح بالبشاميل، بلح بالبشاميل هيبقى تحفه ويتاكل سخن كده. ويا سلام بقى لو معاه بوليت ايس كريم فانيليا هيبقى يجنن ان شاء الله، هيعجبكم جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا مولعه على الطاسه هنا. الاول نقول المقادير سريعا. معايا كميه بلح زي ما تحبي على حسب البايركس اللي انت مستخدماها. كمان معايا زبده وسكر ودقيق ولبن، ده للبشاميل. معايا اي مكسرات عندك، مجروشه، زبيب، ده الاساسي، فانيليا ومعلقه قشطه. هنجيب بقى البلح هنا وننزل كده في الطاسه دي بالبلح. كمان مع البلح هحط معلقه زبده كده حلوه، خلي ايه البلح يتشوح بالزبده، واديله رشه فانيليا علشان يطعم بطعم الفانيليا الجميله اللي بتخلي الحلويات واو. بس خدي بالك وانت بتستخدمي الفانيليا، يعني ايه مش انت تبقي شامه ريحتها كده حلوه فتروحي ايه مزوده عشان تخلي الموضوع حلو، لا بالعكس انت كده بتبوظي الدنيا، لان الفانيليا لو كترت بتمرر. هخلي البلح هنا وهشتغل في البشاميل. هشتغل في البشاميل زي ما عودتكم. الاول احط الدقيق مع الزبده، هو الحلو دوت الزبده فيه كتير شويه، بس ايه يعني هحاول ايه نخففه شويه واحنا بنعمل البشاميل، ما نزودش يعني زبده كتير، كفايه الزبده اللي هنا في البلح. نقطه زيت بس كده بسيطه علشان ايه اشوح الكلام ده. طبعا انا مرارا وتكرارا هقول لكم ان البشاميل بتاع الحلويات بيبقى قوامه خفيف، فما بحطش غير معلقه دقيق واحده، معلقتين بالكتير، علشان ايه الموضوع ما يتقلش معايا. خليني بقى كده هنا ادي الزبيب، وكمان ادي انا مستخدمه بندق. زبيب عندك اوكي، عين جمل شغال، اي مكسرات يعني انت تفضلي طعمها مع البلح. فانا لقيت ان البندق طعمه هيبقى لطيف جدا مع البلح. خلاص انا هطفي علشان الزبيب ما يتحرقش، ولا الزبيب لو قعد على النار تلاقيه انتفخ كده، انا مش عايزاه ده يوصل للمرحله دي. ناقص ان انا اكمل البشاميل. هكمل البشاميل ان انا انزل كده باللبن بتاعي هنا. اوكي نسكر بقى البشاميل، بس نعمل حسابنا واحنا بنسكره ان البلح اوريدي بيبقى سكره عالي، فانا بس ايه هدي بس تست الحلو للبشاميل لكن مش هزود السكر. رشة الفانيليا، معلقة قشطة، واخلي بقى القشطة اللي فاضلة هنحطها على وش الطبق قبل ما يدخل الفرن. هي متدخلش الفرن كتير، تدخل الفرن حوالي 15 دقيقة 10 دقايق بالكتير، لمجرد بقى ما تحس ايه ان البشاميل وشه جاب لون بسيط. دايما كمان بشاميل الحلويات وشه ما بيشدش معاكي قوي، لان اولا بيبقى خفيف، ثانيا ما بنحطش على الوش ولا جبن ولا بيض، فانت لو فضلتي مستنية لما يديكي الوش اللي انت متعودة عليه في صوانيكي الحادقة مش هيوصل لي، بس ممكن تحرقي الصينيه في الاخر. انا بقول لك يعني علشان ايه لو انت ما عملتيش حلويات بالبشاميل قبل كده تبقي عارفه المفروض يكون نتيجته ايه. نيجي بقى كده هنا ونجيب البلح بالمكسرات بتاعي اللي ريحته جميله جدا. الفانيليا بقى ايه خلت الريحه جامده جدا. ممكن كمان يبقى حلو قوي لو حطينا معلقه قرفه، هيبقى برضو جميل جدا. خلاص دي نرجع بيها هنا. خليني بقى اشوف البشاميل اللي هو خلاص اساسا على وشك انه يكون جاهز ان شاء الله. ما هو البلح يعني خشاف،
لكن البلح ينفع حاجات تانية كتير. يعني احنا بقى في رمضان وعايزين الحاجات اللي احنا متعودين عليها نجدد فيها علشان نقدمها كل يوم. لكن لو قدمتي البلح كل يوم خشاف هيزهقوا برضو. ادي البشاميل بتاعي كده هينزل فوق البلح بالمكسرات. والله انها ممكن تتاكل كده من غير ما تدخل فرن. يعني من كتر ما هي ريحتها حلوة وشكلها بصراحة ايه يفتح النفس. تمام، نيجي بقى نجيب معلقة القشطة اللطيفة اللي هتساعد بقى ايه ان تديكي وش حلو. حطها هنا كده، حاولي كده بقى ايه توزعيها كده بسيط. هنا برضو البشاميل ينزل كده. تعالوا ندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ونشوف شكلها هيبقى ازاي. ده شكل الصواني بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. ادي الحادق وادي الحلو. فطارك جاهز، فاضلك بس شوية رز تعمليهم جنب الخرشوف. جربي الوصفتين دول هيعجبوكي جدا. بس ايه اقول لكم انا عملت ايه سريعا. انا عملت لكم النهارده خرشوف باللحمه المفرومه بالمشروم بالبشاميل. الخرشوف غيرت ملامحه، يعني ايه؟ يعني عملته بالبيض والبقسماط، قليته زي البانيه، وبعدين عملت حشوه المفروم، عصقت المفروم من غير بصل ببودره بصل وبودره ثوم وعصير طماطم. شوحت كل ده على النار، وبعدين بعد ما قليت الخرشوف كويس وديته لون ذهبي كده حلو، حشيت الكلام ده جوه الخرشوف اللي هو المفروم، وعملت البشاميل بتاعي ونزلت بيه كده على الوش وديته جبنه موتزاريلا وشويه كزبره خضراء، وده كان الشكل النهائي بتاعه. وكمان عملت لكم بلح بالمكسرات بالبشاميل وقشطه كده على الوش غنيه. قلت لك البلح ده لازم يتاكل سخن، يعني ممكن بس ايه تقدمي جنبه كده بولت ايس كريم فانيليا، هيبقى الموضوع جميل جدا. استنوني في حلقات جديده ووصفات جميله مع بشاميل. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.